قال الدليل على انه ما في سنه ذاته وحديث الرسول ما من الدين. قال الدليل شنو؟ قال الدليل انه الرسول صلى الله عليه وسلم منع كتابه الاحاديث. يا جماعه ده تناقض ولا ما تناقض؟ طيب الحديث اللي قريته انه الرسول منع كتابه الاحاديث ده حديث ولا ما حديث؟ كيف تثبت ده عشان تنفي به كل الاحاديث وكل السنه؟ يا كذاب يا محتال. الكلام كثير ونقاط كثيره وشيخ ابو بكر برضه بعديه نفتح فرصه، والفرصه ما لشاعبين بس، من برضه حق الجميع. اي زول شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيحب الصحابه وبيحب الخلفاء وبيحب ابو هريره وباقي الصحابه وامهات المؤمنين، واجب عليه يدافع ويرد على المجرمين دي. فرصه مفتوحه للاضافه، للاستدراك، للاعتراض، للحوار، للنقاش، للتعليق، للاستفتار، للاستفسار بإذن الله سبحانه وتعالى. فرصة مفتوحة للجميع، للجميع. الشعبي بعد ذلك قال وده كلام عجيب، اعتراض على القرآن زي ما قلت لك قبل، إنه النازل عندهم رأي في القرآن ذاته. قال شنو؟ قال المرأة، قال نجي لقضية المرأة، قال أها تعال. قال العقل السلفي عنده إشكال إنه الفكرة بتاعت الرجل أفضل من المرأة دي ما عارف معايير شنو جات من وين. من الذي قال الرجال قوامون على النساء؟ هل العقل السلفي زي ما هو بيقول ويزعم؟ ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ده كلام الله يا ناس، ده ما كلام ناس سلفيين ولا غيرهم قالوا الكلام ده، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى بيعترضوا عليه الشعبيين. يبقى الناس اللي مقتنعين بالقران ذات كلمه انه نحن منهجنا القران فقط، ده كذب كذب، وكلمه باطل اريد بها باطل ونفاق. الترابي قال نفس الكلام ده في ندوه المشهوره في الميدان الغربي جامعه الخرطوم كليه الهندسه بعنوان تجديد الفكر الديني. ماذا قال الترابي قبحه الله؟ ماذا قال الترابي؟ قال يقول لك خروج الدابه، ده كلام فارق وحديث ناس ساكت. ويقولوا لك قال يعجوج ومعجوج، قال ده كله كلام ناس ساكت وحديث ناس ساكت وكلام فارق. طيب نرجع القرآن، ربنا قال حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوج وهم من كل حدب ينسلون. الدابة ربنا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض. يبقى الترابي بينكر القرآن يا جماعة. والترابي لمن أنكر الزكاة، الزكاة هل جاءت في السنة بس ولا جاءت في القرآن؟ جاءت في القرآن. إذن النازل أصلا إشكاليته مع القرآن. أما فهم الآية الرجال قوامون على النساء، أهل التفسير قالوا ده جنس الرجال مفضل على جنس النساء. يعني شنو جنس؟ يعني إذا قارنا رجال كرجال، مش فلان محمد ود أحمد أو عبد الله ود فلان، لا. ليه؟ قالوا لأنه في مرأة ممكن تكون أصلح من ملايين من الرجال وأتقى وأفضل عند الله من ملايين من الرجال، لكن الجنس. وليه أفضل ذاته؟ ربنا ذكر في الآية بما فضل الله، وده هو سأل قال ما عارف الفكرة بتاعت الرجل أفضل من المرأة دي، ما عارف معايير شنو جات من وين؟ جات من الآية يا بليد. الله قال لك السبب بما الباء دي للسببية، بما أنفقوا من بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني شنو بما فضل الله بعضهم على بعض؟ كيف يعني ربنا فضل جنس الرجال على النساء؟ ليه؟ لأنه قالوا واحد الأنبياء والرسل كلهم كانوا رجال، ده تفضيل ولا ما تفضيل؟ لأنه أفضل البشر من يا جماعة الأولياء، وأفضل الأولياء الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل. الرسل والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام كانوا من وين؟ هل تعرف لك مرة واحدة رسول أو نبي؟ ما في. ربنا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي الآية الأخرى قال من أهل القرى، فاسألوا أهل الذكر
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية دي توداها وين يا شعبي يا ترابي؟ الله قال أي نبي وأي رسول راجل له ملك له من غير الرجال، أي نبي وأي رسول راجل، ونحن نعلم أن أفضل البشر الأنبياء والرسل. يبقى ده تفضيل لجنس الرجال ولا ما تفضيل؟ تفضيل تفضيل. حتى الناس ذكروا إنه في بعض النساء كانوا نبيات، مريم وغيرها صحيح ما نبيات، أما الوحي جلال وحي إلهام، وهو التحديث دون الوحي بتاع النبوة والرسالة، ده كله وحي إلهام. زي وأوحى ربك إلى النحل، هتقدر تقول النحل يا شعبي يا نحل أنت، تقدر تقول النحل رسول أو نبي لأنه رب أو حلو. إذن الوحي هنا وهناك للنساء الصالحات التقيات في القرآن، ما وحي رسالة ونبوة، إذن ده تفضيل. والتفاضيل كثيرة جدا 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 جدا. بعدين النازل والله ما عندهم مخ ولا دماغ ولا راس ولا فهم أبدا، الشعبيين وباقي العلمانيين هم ذاتهم أسوأ العلمانيين الشعبيين دين، لكنهم غيرهم من باقي الشعبيين من العلمانيين. كيف؟ لما نجيبوا الحتة دي بيفهموا البنات طبعا، واحد ده ركشر تلقاه مسرح وجالت كده إبراهيم عوض وبيعاين في بيتين قعدات لابسات ضيق، الواد ده ركشر ما مفكر مفكر منبثق، عرفته ده ركشر. يقول لهم طبعا دار البنات دي لاي البنات دي لا سلام، فدائر يجيها شغلانه ينجر له حاجه جديده وان كانت كفر ذات. يقول لهم الرجال قوامون على النساء، يعني النساء ما بيفهمن يا جماعه؟ كون زول افضل من زول معناته المفضول الثاني ده مش الافضل، المفضول الثاني ده معناته كعب. طيب ربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني في رسل كعبين عند الشعبين ولا كيف؟ ما معناته كده يا ناس؟ ما معناته ده أفضل من ده أو العكس؟ معناته المفضول ده كاب، إنما ده فاضل وده فاضل، لكن ده فضله زيادة من ده. ده الموضوع عشان ما تغش البنات ودار تكشر والمفكر يا بليد يا مجرم، نحن بس ما لمينا فيك، كان عدمناك الصوفة والله. طيب قال الصراع اللي كان موجود بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكتلة السياسية، أنت عارف الكتلة السياسية دي منو؟ ديل المنافقين. قال الصراع اللي كان موجود ده صراع حول السلطة، ذكرني كلام شيخ أنصار السنة عصام عبد القادر، ومبارح قالوا جابوا زول قال أبو عبد الله مين أحمد محمد ولا إلى آخره، قال جاي يرد على ديل. طيب ما ترد على ذاك برضه؟ إيش معنى يعني؟ الكلمة هي باطل وكلمة شينة وعقيدة بتاع الشيعة وعقيدة بتاع رافضة ملعونين، لما نقول شيخك تقول له تقبل الله، ولما نقول ديل تقول لهم لعنكم الله. عشان كده قلت لك نحن ما بندعو لحزبية، أي زول جاب باطل بنجغم. شفت أبو بكر هذا هسه لو خشى لا قدر الله قال باطل بتردم، وأنا العكس لو قلت باطل بخش بردمني. فهمت أنت ولا ما فهمت؟ لازم تفهم المعلومة دي.